واه شوف ايش كبرهم ما شاء الله هذول 20 لحظة. اليوم خطبيطة حروح سوق السمك، طلع سموه سوق العربي، مرة مبسوطة حاسة اني بين اهلي. يعني الله لا يوريكم. واو من الصباح صاحي بدري ولا لحقت تقهوى عشان الحق سوق السمك لانه يفتح بدري بدري ويخلص بدري بدري، واحسن الاسماك هي اللي تجي من اول النهار. المهم حجيب سمكة وحشويها. امس صراحة لاني ما افهم في السمك فلقيت انه في سمكة اسمها سيباس مرة كويسة وتمسك نفسها على الشواية. عند حاليا انا في بحث اني الاقي هذه السمكة. زي ما انتم شايفين اغلب المحلات قافلة لانه هذا السوق يفتح مرة في الاسبوع. اوكي صاحبتي قاعدة تقول لي 4 مرات انا حسب سوق الاحد يعني طلع سوق المدري كم يوم. المهم خلاص ما لكم التفاصيل، كورونا اللي خربت حياتنا. يلا نروح نشوف السمك. طلع سموه السوق العربي، يعني احنا ثقافتنا منتشره في اي مكان، طريقتنا احنا في الشراء والبيع واحده في شتى انحاء العالم. هاي مره مبسوطه حاسه اني بين اهلي. يا جماعة أنا جاي عشان السمك، والله جاي عشان السمك. شوف والله قاعدة أقضي مقاضي تقول جاييني بكرة ضيوف وأنا لحالي، يعني مين حياكل؟ ما شاء الله واه شوف ايش كبرهم ما شاء الله هذول 20 لحظة. والله أقدر أشيلهم؟ أنت شوف كل لك دير بالك اشتري بشتري منه مو بالصورة. لا طب الفيديو انا قاعد اخذ فيديو كم حيطلع الفيديو؟ 10 اورو. خلصت التريب حقت سوق السمك والحين راجع البيت، مرة انبسطت واخذت السمكة والحين حرجع شويها، والمشوار لبيتي لسه شوي طويل. اوكي هذه السمكة جبتها، قلت صراحة انظفها لانه انا ما اعرف انظف سمك. اوكي الجمل تايم تعطيها فليفر مرة حلو. هذا طبعا بناء على الأشياء اللي شفتها في الإنترنت. طبعا أنا أول مرة أشوي سمك يا جماعة، ماني عارفة صراحة أتصرف. ها هذا الفلفل، المفروض إنه أنا أربطها بس ما عندي خيوط فحتصرف. ترى هذه النار والعة، ما لقيت صراحة خيوط أربطها فحطيتها زي ما هي كذا. يمه إيش هذه النار اللي طلعت؟ بسم الله يلا أول مرة. تمام غطيها شوية عشان تاخذ حرارة من فوق ومن تحت. هذه السمكة مخلصة بسم الله. واو اوكي شوف هذه السمكة الجميلة من ابداعات شذا، يعني خلطبيطة نوت اني مور. شايفين كيف؟ كمان هذه بسم الله. هذه السمكة بتاعتي اللي ضربت عليها مشوار، يعني الله لا يوريكم من الصباح صاحية بدري ولا لحقت تقهوى عشان الحق سوق السمك لانه يفتح بدري بدري ويخلص بدري بدري، واحسن الاسماك هي اللي تجي من اول النهار. المهم او ماي جاد والله لازم اغير اسم البرنامج، ابدا مو خلطبيطة اني مور. نكهة السمك مع الليمون مع الاعشاب اللي حطيتها لا احكي لكم مره لذيذه، مره مبسوطه. ان شاء الله تكون عجبتكم الحلقه، سبسكرايب شير لايك وكومنت لانه انا مره احب كومنتاتكم. اكتبوا لي تعليق تحت واكتبوا لي افكار اذا على بالكم اسوي حلقات مختلفه اشياء جديده وبس باي.